بدي يغرقنا اليوناني بدي يغرقنا. ثمانية وتسعون من أبناء الجيران، والعدد ما زال في ازدياد، لعله آخر مركب يوقظ سيارات الإسعاف. في حصيلة هي الأعلى والأقصى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر حديثة نسبيا في لبنان، أكثر من 98 من ضحايا مركب الموت كانت قد انتشلت قبالة شواطئ طرطوس على مدى الأيام الماضية. عمليات إنقاذ واكبتها الجهات الرسمية في محافظة طرطوس إضافة لأهالي جزيرة أرواد، مستنفرة من أجل ضحايا حادثة غرق الزورق اللبناني ومتابعة علاج من تبقى من الناجين الذين توزعت جنسياتهم بين سوريا وفلسطين ولبنان بعد رحلة لمركب أبحر من شمال لبنان وعلى متنه أكثر من 160 راكبا مفتقدا لأبسط شروط الأمن والسلامة. هي فواجع لم يتم الإعلان عنها تحديدا بالقرب من السواحل الأوروبية، حيث يتم إغراق مراكب بكل من فيها من قبل السلطات المحلية، مما يعكس معالم سوء الضيافة المنتظرة لتلك الدول المضيفة، وخبر لم يتصدر حتى عواجل المحطات الغربية، فيما الرحلة التي انطلقت من شمال لبنان اعتبرت رحلة غارقة حسب ما قالت الأرقام والحمولة. أجواء من الترقب والانتظار خيمت على معبر العريضة الحدودي بعدما أعلن الجانب السوري أن تسليم الضحايا لذويها سيتم عبر المعبر بتنسيق بين الهلال الأحمر السوري واللبناني، فالجميع ينتظر أي خبر أو معلومة عن قريب له غادر عبر المركب. يعني بقولوا لك لا نموت بالبحر، فرق وصلت مرحلة يقولوا لك هيك نموت بالبحر ما عاد بدك. المشهد في الجانب اللبناني كان لتقاسم العزاء بين مخيمي البارد والبداوي وصبرة وشاتيلة، وكانت فرصة لاستقبال عدسات وسائل الإعلام التي قليلا ما تزور المخيمات بحسب شهود هناك، ليتم الاطلاع على أحوال من بداخلها عكست دوافع الركوب بالبحر، وفرصة أخرى لفتح الملف الإنساني الذي لطالما وظف سياسيا من قبل بعض الأطراف الدولية والإقليمية المستفيدة من بقائه.